I think it's an interesting challenge. I'm part of a team, and that's for me the most important team and club with ambition. So that means. أعتقد أنه تحدي مثير، فأنا جزء من الفريق، وأهم شيء بالنسبة لي أن للنادي كثير من الطموح، والجميل في الفريق أنهم يريدون الفوز في كل المباريات والبطولات، والطموح جزء لا يتجزأ مني، فأنا ولدت طموحا وأحب تحمل المسؤولية. البطولات أصبحت في الدولة تقوى موسم بعد موسم، كل الفرق تصبح أقوى بمرور السنوات، واللاعبين في تطور مستمر في مختلف المراحل، وإنه من الجميل أن تصبح بينهم لكي تكون الأفضل، لذا نحن هنا مع الفريق لنتطور يوما بعد يوم. نعم، كان علينا أن نعرف جيدا الفريق الذي سنواجهه، لديهم الكثير من اللاعبين في المنتخب الوطني، وأن هناك بعض اللاعبين الذين لن يشاركون بداعي الإصابة، ولكن بالنسبة لي هو الأهم من سأواجه في أرض الملعب، لأن لاعبا واحدا قد يحدث الفارق، ولكن ليس دائما، المهم أن نلعب كفريق للنيل ببطولة السوبر. يسعد تماما كل المتتبعين، رأسية تتعب الجول، جول عبدالله موسى يطلعها بعرض الملعب لباري المنتظر للبرج المتحرك لبرج الجزيرة برج الأحلام برج السعادة. هذه اللحظة السعيدة، هذه على طول للعب الآن. عبد الله موسى يا ولد عليك، يطلعها بعرض الملعب مباشرة على رأس باري، على رأس باري، وباري هذا هو الآن يسجل في مرمى الوحدة، وبالتالي يفتتح التسجيل هنا في أول 11 دقيقة، وتبتسم السعادة حتى الآن للجزرة.